صباح الفل. صباح الفل يا كابتن. الحمد لله كابتن. ايه رايك في ماتش النهارده؟ لا طبعا ماتش النهارده هنعتبره ان هو بدايه، يعني احنا عارف يا كابتن دايما فرق البطوله. انت ما بتحبش الراجل؟ لا والله بتعمل مع حديث ما رضاش وبتاع فقافش عليك. كان نفسي اقعد مكانه. لا خالص، بس هي الفكره ان اجيالي لسه ما واضح انه لسه ما عملش الشكل. انا كنت في الاستاد النهارده عجبك انت الشوط الاول؟ اه الشوط الاول عجبني، عجبني التحركات وعجبني الحماس يا كابتن في الاول كده، احنا بننزل سخنين بس احنا ما نلاقيش بقى في الورد عيب نقول لك اصل احمر. خالص والله لا خالص مش خالص احنا برضه خلي بالك يعني في الاخر احنا في ماتش شفناه تقريبا. انا سامعك في الراديو ملالا حسستني ان الماتش مولع. لا خان بليات يا كابتن، ايه ده؟ ايه ده بجد والله؟ انت متخيل واحد استلم الكوره 24 مره ولا مره غلط فيهم؟ محمد صلاح الشوط الاول ايه؟ نعم لا محمد صلاح ممتاز طبعا. محمد صلاح ممتاز، لكن خلينا اسالك سؤال. يا محمد صلاح مسك الكوره 50 مره ودى 50 مره اللعيبه للجون، وكل مره اقول له ما جبتش المره دي ما تقلقش جاي لك تاني. محمد صلاح بقى لما بقى مهاجم صريح من الدقيقه 74 للدقيقه، ده اللي قلناه مليون مره، تاكمن خطوره محمد صلاح في سرعاته ان هو يجي بسرعات جيده.